مرحبا معانا في بوابة أخبار اليوم بالنجم ماهر عصام. أهلا وسهلا. أهلا بيك. شايف دور الفنانين إيه في توصيل الرسالة للشعب المصري وتوعية الثقافة بتاعته؟ والله دور الفنانين اختيار المواضيع اللي تمس الناس، مهم جدا الفترة الجاية إن إحنا نعمل مواضيع تمس الناس وتحل مشاكل، يعني إحنا مش عايزين نجيب المشكلة وما نحلهاش. يا ريت نحل المشاكل، نقدم حلول للناس. طيب ما دام اتكلمنا في المواضيع اختيار المواضيع، شايف ان المواضيع اللي تناولتها الافلام العيد الاخيره ان دي بتاثر بطريقه سلبيه على ثقافه المجتمع؟ ما دام ضحكت كده ما اصل انا كنت مشترك في فيلمين والحمد لله حققوا اعلى ايرادات، قلب الاسد الحمد لله اعلى ايرادات، وعش البلبل اعلى ايرادات. هي دي نوعيه من الافلام، لكن في افلام تانية اتقدمت بشكل مختلف. السينما لازم يبقى فيها تنوع، يعني لازم يبقى فيها تنوع. وطبعا عشان أزمة المشكلة اللي كانت بعد الثورة وظهور البلطجية والضرب والمسدسات، فكانت السينما لازم تتناول المواضيع دي بشكل كويس. طيب ماهر، كلمنا بقى عن ردود الفعل اللي تابعتها في قلب الأسد والنجاح اللي انت حققته فيها. الله الحمد لله، قلب الأسد عامل لي جو جميل جدا مع الناس ومع النقاد، والحمد لله معروض عليا شغل سينما كويس جدا، وداخل برضو مع عم أحمد السبكي للمرة الثالثة إن شاء الله فيلم سالم أبو أخته، اخراج استاذ محمد حمدي وتاليف استاذ محمد سمير مبروك، وبطوله استاذ محمد رجب وايتن عامر وحوريه فرغلي، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه يعني ان شاء الله. طب كلمنا عن نبذه عن القصه بتاعتك. ما يعني هو تيمه حلوه ان شاء الله، فيلم موضوع جديد وبيعالج مشاكل برضو في البلد عندنا، يعني قصه شعبيه برضو. بس حاجه ان شاء الله تعمل جو حلو باذن الله. كل اخبار اليوم كل سنه وانت دايما متالقه ودايما بتجيب لنا الاخبار الصحيحه والاخبار اللي بتوعينا احنا كمواطنين، وان شاء الله يا رب دايما في المزيد من النجاح والتالق. شكرا ماهر. اشكرك جدا ماهر، نورتنا في عمرك. شكرا.